من اخوان ما تاتي. وقبل ذلك ايضا الكره مع بدايه المباراه رونالدينيو يعمل له واحده بالكعب وبالتالي صفاره تطم بالمقص الشمال وتطلع الكره، لكن ايه الكره، شوف بقى رونالدينيو اباح ضربه جزاء ولكن قادر لا في اي لحظه من اللحظات. لقطات المتبادله ما بين رونالدينيو وديكو وياتيك وتاتيك من هذا اللاعب، يعني يا الله يا الله يتقدم جابري ولكن يعيق خيزوس نافاس.